واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني والجرائم التي تضر بالبيئة، وشنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مكبرة في هذا الإطار، نجحت خلالها في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. استمرارا لما تبذله أجهزة وزارة الداخلية من جهود لحماية البيئة والتصدي لمحاولات غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني والحيواني، واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملاتها لضبط تلك المخالفات، وتمكنت من ضبط 5 مصانع بدون ترخيص بالجيزة بمضبوطات تقدر ب 16 طن أعلاف ومخلفات مجازر حيوانية و 67 طن منظفات صناعية ومطهرات منزلية وأكثر من 37 طن أكسجين وغازات مجهولة المصدر تستخدم في تعبئة اسطوانات الأكسجين الطبية وطفايات الحريق، و23 طن ونصف أدوات مائدة وأكواب ورقية، و12 طن ونصف مخلفات بترولية خطرة، جميع المنتجات والمواد مجهولة المصدر. كما تمكنت من ضبط مصنع بدون ترخيص للأعلاف بالجيزة بداخله 14 طن مواد خام أعلاف منتهية الصلاحية وطنين أعلاف منتج نهائي منسوب إنتاجها لشركات وهمية. وبنطاق مديرية أمن القليوبية تمكنت الإدارة من ضبط 4 مصانع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة والمصنعة من مواد خام مجهولة المصدر وضبط المسؤولين عنها، وبلغ إجمالي المضبوطات 182 طن ونصف أسمدة ومخصبات زراعية منسوب إنتاجها لشركات وهمية. كما نجحت وبنطاق ذات المديرية في ضبط 5 مصانع ومخزن ومتجر و3 مراكز بيطرية بدون ترخيص بداخلها أكثر من 20 طن مواد خام لمواد غذائية وزيوت نباتية مجهولة المصدر وأكثر من 11 طن أعلاف حيوانية وداجنة مجهولة المصدر وأكثر من 3 أطنان مخلفات معدنية ومطاطية وبلاستيكية تستخدم في تصنيع منتجات مغشوشة. كما نجحت الإدارة بنطاق مديرية أمن الجيزة في ضبط 5 مصانع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية والبلاستيكية المقلدة باستخدام مواد مجهولة المصدر، وبلغ إجمالي ما تم ضبطه أكثر من 204 طن مواد غذائية متنوعة منسوب إنتاجها لشركات وهمية، و26 طن أعلاف مغشوشة ومقلدة، و118 طن بلاستيك من مخلفات مجهولة المصدر، و50 طن فحم نباتي مقلد. وتمكنت الإدارة من ضبط 7 محال ومؤسسة زراعية تجارية وشركة أعلاف و4 مخازن وعيادتين بيطريتين جميعها بدون ترخيص بالفيوم بمضبوطات 123 طن ونصف أعلاف ومخصبات زراعية. وبالفيوم أيضا نجحت الإدارة في ضبط 3 مخازن وسلاجة وشركة بدون ترخيص بمضبوطات وصلت قرابة 258 طن و200 عبوة مواد غذائية. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.